بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الفترة والآونة الأخيرة شاهدنا كلنا كيف استغل النظام الإعلان عن الهبني في سبيل تحقيق مكاسب له إعلاميا وواقعيا، ولكننا كفعاليات وقوى ثورية واجتماعي جميعا نؤكد في بيان سيصدر بعد قليل على أن هذا النظام كاذب بكل ما يدعيه، وهذا الكذب شاهدناه من بداية الثورة وحتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الكفر بقهره. بيان صادر عن القوى والفعاليات الثورية في محافظتي حماة وأدلب. روج النظام في الفترة السابقة لمصالحات قال إنه عقدها مع مناطق خارج سيطرته، إلا أن الحقيقة تقول بأن النظام عقدها في مناطق سيطرته ومع أشخاص هم بالأصل عملاء له ومروجين، ولا علاقة لهم بالثورة لا من قريب ولا من بعيد. وإننا أولا ننفي جملة وتفصيلا ما روج له النظام، ونؤكد لأهلنا في المناطق المحررة أن هدف النظام من ذلك هو زرع الفتنة والاستفراد بكل منطقة على حدة للوصول إلى تقسيم سوريا اجتماعيا وجغرافيا، ولإيصال رسالة للعالم بأنه نظام سلمي يسعى لحماية شعبه في الوقت الذي استخدم فيه النظام الروسي والإيراني والميليشيات الطائفية لقتل الشعب السوري. ثانيا نؤكد على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وملتزمون بثوابت ثورتنا وتحقيق أهدافها في إسقاط النظام ورموزه. ثالثا وندعم الهيئة العليا للتفاوض ما دامت ملتزمة بثوابت الثورة، والله ولي التوفيق. طيب معنا نائب رئيس مجلس محافظة إدلب، أهلا وسهلا فيك أخي. أخي طبعا تعقيبا على هذا البيان، شو بتحب تعقيب؟ يعني حقيقة هو نبض شارع، يعني نحن صحيح أصدرنا البيان لكن هي ها واقعنا العايشين، يعني ما راح وصلنا لمرحلة ما راح يصدق نظام ولا في جهة، لكن العالم هو اللي متقصد تصديق النظام. فنحن بياننا هو صورة واقعية عم نشوفها بصورة إعلامية. الله يعطيك العافية. عضو مجلس شورى عام قبيلة الموالي، أهلا وسهلا فيك حاج. أهلا وسهلا. حاج شو تعقيبك على البيان؟ تعقيبي على البيان كوني عضو مجلس شورى عشيرة الموالي، احنا ضد المصالحات وضد كل شيء يعمل مع النظام، واحنا مع الثورة قلبا وقالبا، واحنا مع عمل الخير كل الشعب ولكل العالم، وهذول ما يمثلون إلا أنفسهم في المصالحات وشكرا. معنا سيادة الرئيس جميل الصالح قائد جيش العزة، أهلا وسهلا فيك سيادة الرئيس. أهلا وسهلا فيك سيادة الرئيس. أنتم كعسكريين وحماة لهذه المنطقة، كيف تنظرون وتعاقبون على هذا البيان بعد أن سمعناه؟ نحن نرحب بالبيان الذي صدر على القوى الثورية في المناطق المحررة، ونحن داعمين لهذا البيان، ونطلب من كافة الفصائل العسكرية الوقوف جنبا إلى جنب مع أخوتنا المدنيين الذين يمثلون الفكر الثوري الموجود على الأراضي السورية.